بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً بمناسبة صدور قرار هيئة ضمان الجودة والاعتماد باعتماد جامعة المنصورة كأول جامعة حكومية تحصل على الاعتماد المؤسسي من هيئة ضمان الجودة والاعتماد، طبعاً أول حاجة لازم نتقدم بالشكر لكل منسوبي الجامعة، لأن كان ليهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في حصول الجامعة على الاعتماد. حقيقة جامعة المنصورة وهي بتحتفل بمرور 50 عام على إنشائها كانت مؤهلة إنها تحصل فعلا على هذا الاعتماد المؤسسي. رحلة الاعتماد مع جامعة رحلة طويلة، احنا بدأنا من 2010 لما تم اعتماد أول كلية من كليات الجامعة وهي كلية الصيدلة، وتلاها كلية الطب، ثم توالى اعتماد الكليات حتى أصبح عدد الكليات اللي تم اعتمادها داخل جامعة المنصورة 10 كليات من 18 كلية، منهم 5 كليات تم تجديد الاعتماد ليهم. ده كان شرط أساسي لأن احنا نتقدم للاعتماد. احنا كمان عندنا 18 برنامج نوعي معتمد في كليات الطب وكليات الهندسة وكليات الزراعة، ده كله ساعدنا ان احنا ننضم او نتقدم للاعتماد. الحمد لله ربنا كلل جهود الناس بالحصول على الاعتماد، وده بيحملنا مسؤولية أكبر لأن احنا المحافظة على ذلك هو أصعب كثير من الحصول على الاعتماد. نتمنى إن شاء الله أن تميز جامعة المنصورة وتميز منسوبيها يظل دائما حافزا ليهم إن هم يبقوا أحسن وأحسن. كل الشكر لهيئة ضمان الجودة والاعتماد على إن هم يعني أتاحوا لنا الفرصة إن احنا نظهر كم المجهود الذي تم بذله في جامعة المنصورة على مدار 50 سنة. كل الشكر والامتنان لكل منسوبي جامعة المنصورة، وألف مبروك علينا الاعتماد، وإن شاء الله يستمر التميز، ودائما جامعة المنصورة لها من اسمها نصيب وستظل دائما منصورة. شكرا.